العراقي بطبعه يحمل شخصية التحدي، يعني عنده تشالنج هذا التحدي. لا. دائما يعني المواطن العراقي الذي يعني عانى ما عانى منذ أكثر من 4 عقود خلت، لا أعتقد أنه يخشى من لظى ومن أشعة الشمس. المواطن العراقي لا يؤمن ب... يعتبر مثل هكذا تحذيرات تندرج تحت شبهة الدعاية والإشاعة. لذلك الأنواء الجوية حذرت بما لا يقبل الشك من ارتفاع منسوب الأشعة فوق البنفسجية، هذا يهدد أنسجة الجلد والعين ويسبب الجفاف للعين ويسبب يعني تيومر كانسر سكن لجلد الإنسان. فلذلك هناك تحذيرات بينة وواضحة من قبل الأنواء. فأعتقد أنه نصيحة لكل العوائل الكريمة بأنها تؤجل خروجها في تحت لظى الشمس اللاهبة في وقت الظهيرة إلى وقت آخر يكون أنسب لها.